مع المشاهير. كونوا معنا كل أسبوع يوم الجمعة بين الساعة 9 والعاشرة مع برنامج مع المشاهير. إعداد وتقديم علاء الجوهري، عبر كلام صوت الحلم وراديو المشاهير اللبناني. مع المشاهير. صوتك طالع مش هيك في عندي ناس ولا شو بنا ما مع الخبر شو ها المطر بيقول اذا المي بتضل بالغربال المراه بتامن لها رجال. ليه بدك تعدم النسوان؟ قال لي ليه بدك تعدم النسوان؟ ابو تعدم النسوان قال كمان هذا جاره ليه على هاي الجيران يا خالد يا إبراهيم. خالد اسمعوا لحكيت هاني بعد عم يخلف قال خالد لما شايفني على بنتك قال خالد بعتذر يا مدموزيل إبراهيم. شايفين هاني رجال ما بيجوا غير بالرأس والشرشحة بس ليه؟ يبالي مدموزيل بس مليح خلينا ابراهيم على الحال. يا ست ابراهيم كل ما في قصه انا كيف بنوي اسمع عليه ومره بس مره بشرفك مره واحده لتحياتك ولا مره قلت لك هيك روايه شو بالي هيك معصبه ليش جاي؟ والله جاي هلكاني من اخر الدنيا جاي من الطبشوره لعندي. ليه؟ الطبشوره؟ وين الطبشوره؟ هلا ما سامع بالطبشوره؟ قال لي من بيروت وين هي الطبشوره؟ ما هي اللي تحت بدفنوا فيها الميتين. يا ابراهيم هي الطبشوره ما الطبشوره؟ انا عم بطلع الطبشوره عم تغشني كمان يا غشاش؟ انا عم بقول ايه شو نحن بالمدرسه عم نكتب على اللاح؟ طيب والله من عبوك انت الصبح الساعة 7 طالعة من البيت جاي لها ما كان الطمرق ولا سيارة طبعا دخلت القطة على الزر وإز تمر السيارة قلها هيك بوحي قول له يا مرحبا في معي ألف بتوصلني على البي ال طلع فيي طلع فيي قال لي خدي ألف وطلعي مع غيرك. أخذت الألف؟ أخذتك طلعتي مع غيره؟ لا جيت مشي. معقول لك يا هلا والله في لك خلينا ما عاد في حالي يمكن جاي يمكن رايحه لك الساعه ما عاد في رد شوف في الساعه قد ايه صارت عني لك يا ابراهيم الساعه بحطوها هون ما بحطوها فوق بعرف بس ما هني قالوا رجعوا الساعه رجع طيب حتى نتفاهم مع بعضنا خلينا نلبس يا ست ابراهيم خلينا نلبس شو بيك على شو عم تدور؟ معقول خدي نفس وين كان في ليه؟ انا بشرب معسل بس اذا ما في معسل تفتح تاني بيمشي تفتح تاني بيمشي يا ست ابراهيم وقت ضيق ما شايف عندي جمهور؟ ايه ما انا مشان هيك جاي انا بدي جمهور وبدي حشد وبدي عالم بدي حتى اعمل بروفه بروفه على شو؟ بروفه على شو؟ ما عارف على شو؟ لا انا كنت بدي شو ما هلا انت معقول انت ما كاتب؟ بلى كاتب. واني كمان كاتب. شو كاتب اسم الله؟ كاتب وصيتك. يا عيني. كاتب. عبد المسخر. شو؟ عبد المسخر. سمعوا قال لك. قررت شيء؟ انا قررت اترشح على النيابه. على شو؟ على النيابه. هذا مصدر من انت تفضل عمي يابا بيحكي باسم النسوان دافع له عن حقهم شو هيك؟ دافع عن حقوق النسوان كان بخطاب سياسة
لكن بقى باعتبارك انت جاتي نعم جاي لعندك لتصلح لي الاخطاء اللغطويه اللي فيه. يا ابراهيم ما اللغطويه؟ بقول اللغويه. شو اللغطويه هي بعدين انت ضامن النسوان حيطلعوك هي انا طالع ابراهيم يعني سالاني عنك معني طالع ابراهيم كل النسوان رح يصوتوا لك. طيب يا ابراهيم انت جيتي بالسياسه النسوان صوتهم ما بيوصل. ما بيوصل؟ والله ما كل واحد منهم نسان هيك افضل من اتوبيس الدوله. ما قصدي قصدي رجالهم وقت الانتخابات بيأثروا عليهم، ما بيخلوا يصوتوا مثل ما بدهم، بعيدا لبنان شو بدك؟ ايه هذه ما خطرت على بالي. طلعي من الشغله، شو بدك من الشغله؟ ما بدي الشغله. شو بدك تعمل؟ ما بدي الشغله. شو بدك تعمل؟ انا لكان لازم ركع رجال. ركع رجال؟ ايه انا ما بعرف بدك النسوان. نسوان؟ هي بدهم شاطرين بالحكي. خيورين من حسودين او قالين من سناسين بالوجه مرايه بالقفص المرايه، كل واحد احلى منهم تشوي الحرقله، شو بدك فيهم؟ لك يا ابراهيم تركيني رجال على جمال ونسوان على جمال. يعني والله مثل كيف بدي اديها تجارتي يعني. ايه شو؟ بيتي بيتي بيتمشى على نيابي. ايه بكون معه شهادات يعني ما تزكى. والله مثل كيف بدي اديها. قال لي شهادات؟ انا اللي معي شهادات. مين؟ روح اسال المخفر. لك يا ابراهيم شو دخل المخفر بشهادات؟ ها؟ كل مشكله وخناقه بتصير من حال. كون انا اول شاهد، هذا ضرب امه، هذا خبط خيو، هذا ضربت عمه، هذا كسر مسطر على راسه، هذا خلص انكسر له الجاي، هذا لعب بالطابق، شل وجهه، كل هذول انا بالشهاد بالمخفر صار عندي شهادات بالكيلو بالمخفر بالكيلو. ايه وبعدين عملوا لي خزاين بالمخفر عبوها كلها شهادات كلها شهادات؟ لكن ما شاء الله بعدين كمان شوفي بعد في عندي شهادتين مكتوب عليهم حسنو سلوكو. حسنو سلوكو. سلوكو حسنو. ايه حسنو سلوكو. يعني هو كمان حاطينهم بالمخفر يعني. لا ليش انت معارفة معارف انا شو منين دافع ومنين متخرجة؟ لا والله منين متخرجة يا ست ابراهيم؟ ايه ارجاري تفضلي. ما بيقولوا هيدا مخرج من الجامعة الأمريكية؟ مظبوط صح. وهيدا مخرج من الجامعة اليسوعية؟ كمان مظبوط. ها؟ وأمي كمان دارسة ومخرجة؟ من؟ مخرجة من الإس آر إم. شو؟ إس آر إم؟ ما سمعت فيها الجامعة. شو يعني إس آر إم؟ سجن رمية المركزي. سجن رمية المركزي. ها؟ هونيك درست؟ ايه 5 سنين درست هونيك. ما شاء الله. تمام. احنا كانوا 10 بس مفضول لانه شاطر عندي منحة. ما شاء الله. بسم الله. كمان امي ما بدها يعني تروح ويجي على الطريق يجي يوطشونا هيدا يلحقيني هيدا يوطشنا. ايه فشلتني داخلي. داخلي؟ ايه وابوي كمان متعصب والله يا مرة ما معقولة هاي. فجري فايات في التلفزيون حبس انفرادي يعني. ايه جاب لها تلفزيون وكل شيء. ايه يا ابراهيم. بعدين تخرجت واعطوني شهادتين مش وحده حسنوا سلوكو. لك يا ابراهيم. انا الحين بقى فهمت شو بدك ووقتي ضيق الله يرضى عليك. وين هو الخطاب هذا؟ خلينا نخلص منه. الجاي صلحي. اي خطاب؟ لك الخطاب الجاي صلح لك بين لغويه تبعيته. لحظه. ايه وين هو؟ إذا عم ضيع فيه أحسن. ليش عم تقول لي احنا ضيق؟ وقتي ضيق يعني مشاكل الناس ضيق ما في يوم ينقل. أنا شاشات بعد ما يقول لي خلي ضيق خلي ضيق خلي ضيق. إذا وقتي ضيق لنفسه خيك الصغير وخلصنا. بعدين العالم فيه مبسوطين فيه شو بدهم فيه؟ اسألهم. طيب وين الخطاب؟ هذي مشهور. إيه يلا انت وين راح زمان ما شفت كيف هلا يا ست ام هاي شيء شيء بعد لا ما شوف على ورق الحامض ناوية اكتب عني يا مداوي بتداويني بالحامض وقلبي مني بالحامض ناوي ايه الله يهديك يا حبيبي كمان شيء بسم الله ايه لكن
أنا بس كنت بالمدرسة كانوا يقولوا لي أنت أم إبراهيم عال. أنا بقرب وبقرب ولا سعيد؟ سعيد عال؟ لا سعيد بن خالد. هلا إبراهيم هيدا هيدا صغير بسيط أول مرة بنصادفه. يا عمي لا شو بك؟ ما هيدا هو؟ شو هذا؟ هيدا اسم دواء خلي دواء ايش بشي؟ لا ما انا جددت لي اياه قالتنا هيدا اسم شين جوزة ابو ابراهيم بابير حبته ما ايش مشير رجاء ابراهيم يعني حرام هو شوي هيدا حطه مطوفة خير بدك تقول يعني هو رهاني من النص وبالطالع صحته كتير منيحة الحمد لله صحته ضعف بيحكي كل النهار بيقربي 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 بيحكي 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 وراح ما بيشكر بس من هانا نصه بالناس ساكت على طول لا تندهي ما في حدا والله يكون بعافية يا إبراهيم الله يكون بعافية وين هالبطاقة لو بدك يعني كل هالمعلومات تحصل فيها عن جوز عايله والله حرام أنا إشي ما عندي أنت في العائلة أبنتي بدين الكبير يعني لك عايل هذا تحكي مع أبدان العالم هيك خلينا نوشر شيء وشر شيء وشر هذا جوز رايح قومة جوزنا التحتاني رايح قومة قومة كل نهار بهويله ما في حد على كل حال يكون عمرك حكينا خلينا نخلص يا ستي ابراهيم وين الخطاب؟ يلا 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 خلي يكون صغير ما يكون يعني هذا لا لا صغير والله ما قضيت يا عم ما معه بعده بيقول لي انا لم تنتهي بعد اذا بتروح لي وراح يحكي لا لا طول هدى هدى أنا مش جاي لي مصوع عشان دينا أنا وين يتوصل أربع ساعات بتوصل شو جاي لي مصوع جاي لنا شو اسمك يا إبراهيم؟ لا يا عم معي الخطاب بس أول صفحتين دوران دوران شو؟ إيه إيه وينه؟ لا ما هيدا كمان ما هيدا؟ هاي شي لي من هون؟ وينه؟ إيه هيدا ها هيدا بهدا أوكي هيدا هو دوران شو؟ أنا ورابين فاضيين وشو عملتيهم؟ ما لا يقولوا عني مصفح ولا وما عايش بهالبلد ما الدنيا مصاهي يلا طيب انا لاحظت هون ما ايش يدي بالخطاب وانا لاقي شو عم تعمل يا عبد الله؟ ايه بالديوان ليش كنا؟ معني عامل خطاب رنان عبد المنلو هاي جرس هون شفتيه؟ ايه ايه يلا يلا بنشي الخطاب بنصرفه هذا جرس تمام؟ بلي ايه اوعى تلعب فيها؟ لا ما راح العب فيها شو قدام الناس بيلعبوا في جرس؟ هذا ما يلا يا عمي ما عم يلا يا عمي يلا ريع مالي ايه ايه يلا تفضل ايها الحقل الكريم ايها الحقل ايه شو اقول لك بسلام مع حسين ايها شو بسلام ايها بسلام ايها الحقل بسلام شو ايها الحقل الفاحة تثير مرطان ايها الحقل ايها الحقل الله يطول عمرك يا ابو ابراهيم خط وخربوس بربوس ايها الحقل ايه ايه تفضل ايها الحقل الكريم الفاحة السرخة يا مستر وقت وقت شو عم تعمل؟ وقت وقت صوتي كنا نسير معك بك يا ابراهيم وقت صوتي وقت صوتي وقت صوتي ايها الحسن الكريم ايها شو بك؟ شو عم تعمل؟ قال لي وقت صوتي وقت صوتي وقت صوتي ما بتطفي بعدين عادي بعدين سريعة قولي بطيئة شوي ايه. شو عم تسرع لك بريك السيارة انت ببطء قولي ببطء ببطء ايه ابراهيم اي يو ها ال حف لو ال ك الهرديمو شو عم تعمل قولي بطء حياتنا انت كيف تحكي مع جيرانك بالبيت؟ عادي عادي؟ الطلب يحكي عادي بلا طلوع بلا زور بلا بطيئة بلا بطيئة ها؟ احكي هيك من اول دروة ايها الحفل الكريم مظبوط يا مريم صح ايها العشب شو؟
أيها العشبة أيها العشبة شو عشبة وعشبة وعشبة شو في زوجة حيزوجة لك أيها الشعب أيها الشعب بنتي عشب أيها العشب أيها الشعب ليش اختار في البارون ما مثل بعضها بنتي مثل بعضها الشعب مثل العشب أنت أنا شاحنة الله العشب ما تكون بالغرض وبيدعس عليه بلا مزبوط والشعب صار عبد العرب ونازلين في الدعوة يا أمر أيها الحب الكريم أيها الشعب يلا الله الله يمضي النار خير تفضل أيها الحب الكريم أيها الشعب برافو لن أيوة لن أيوة لن قلت يا إبراهيم يا إبراهيم لن وحدة طيب لن وحدة لن تري لن أبدا لن مكفي الرأي طيب لن أترك فقيرا فوق الأرض لوين بدك فقير تحت الأرض؟ يعني فسخة والله فكرة بنحطهم بالأرض تحت الأرض وبنرتاح من مشاكلهم كل يوم مظاهرات وإضرابات كسر رجلي حروق دولية بسكر في العالم أنا فاضي لكل مرة لها وبعدين شو؟ أني أول مرة بدخل البرلمان وعاملي نايبة بدي من هلا يوجعوا لي راسي كفي 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 إياه والمياه مجانين نعم مجانين للجميع مجانين للجميع لك المياه مجانا للجميع مجانا شفت كلام رايح يقصف عم شو اخر ما بدنا نكتب بدلنا هذا يا ابو ابراهيم بدلنا بدل المياه مجانا للجميع الله يرضى عليك اما الكهرباء ايوه 42 على 42 والبلاش لك يا ابراهيم شو 42 على 42 هذه بتكون ما طلع فيها بعد الباب مش 24 على 24 اللي بتيهم بالقلب مش 42 على 42 بعدين يا ابراهيم المي ببلاش فتنا لبنان كله مي بس الكهرباء ببلاش والدوله مكسوره كيف هيك؟ بيعملوا مثل ليش حضرتك شو عامل؟ لأني معلق على خطوط الكهرباء على فوق وتحت بتروح الكهرباء معلم تيجي الكهرباء تبطل بتروح الكهرباء معلم تيجي الكهرباء تبطل بتضل عندي 24 وكل الأرض بتعلم وتبطل 24 على 24 خليك يعملوا هيك بتصير الكهرباء تبطل طيب كهرباء في شيء بعد ولا خلصنا؟ لا شو في بعد؟ بعد شيء تفضل ثم نعم ثم نعم ايه ثم هذا حرف ولا فعل؟ ولك شو بدك فيه اذا حرف ولا مرة طبعا؟ شو بدك بشرني حرف ولا فعل؟ لا بدك الجمهور ما يصوتني؟ لا بدي يصوتني ما تجي بسبب ثم وكفه بيهمني كثير يعني ماشي على الله بيهمك كثير؟ لا شو بدك فيها كفه ثم فقط بناء المعاهد اها هيك بيحكوا هذا خطاب والمدارس يا عيني عليك يا ابراهيم هيك السياسه لتعليم النسوانه الهبلو الخياطة والتقيز عيب احنا قاعدين هون مع الثقافي شوية شو شو خلي يرمي طايزة محسنة يروح يشحدها لك يا عم لك ما بيقولوا هيك بيقولوا الخياطة والتقيز اصلا شفته شفته عم يطيز كمان يعتذر عني عم يطيز عم يطيز يلا طيز يقول الخياطة والتقريز يعني حبيبي طرزو اي طرزو ايه حلو بس انا مشيكي على طرزو مستوى بعد واخيرا الحمد لله سازيد الضرائب عليكم يا ما بتزقوا شو ما بتزقوا بدك تزيد الضرائب بزقوا ماني حفيانين لكن الان في الدال بس هي طبعا في الدال سأزيل عنكم الضرائب يعني بدك تشيل الضرائب سأزيل سأزيلهم كلهم سوي ما كنا سوا الضرائب بعد في شغله بدي اقولها تفضل كل رجال ما بفنش منتو خصوصي هذا السبت والاحد بدو ياكل 100 جنده على طول لا 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 لا
هم سامعين خلينا بالخطايا رجاء ابراهيم انا كسر بسمع خطاب السياسي ولا واحد شفته عمل خطاب غير يا محترم كل كلمة بتقولها نازلة ولو الله خليك يا حبيب قلبي والله خليك في مدك انت طيب لكن يا ابراهيم شو بدك بالشغلة يا روح هذه بيتك ما خربت الشغلة شو قال يا جيش ما خربت الشغلة احنا تصلى صلاة هاجاري يا حسود يا بقود هاجاري قوم تحجار ولا حجار أو شو عاد عم ينصحني هاد؟ يا سيدي خير عم يضحك عن ما اتصلت من نجار بيتي عم جبنا الأعلى على يونسنا كشف عرق وفزعني أو شو عم النجار يعني كان عنا إبراهيم الله كل هالشر كل شيء فيه بالبر زمان عالي ما هبة ودبة ربو فت علي بس وقفت عم إبراهيم لك يا ست إبراهيم احنا شباب طبعا نزعل مع بعض بتمنى لك التوفيق توفيق يمر يا معك ذكرني جوزي توفيق لا روح جبت له هالدوري بلكي بيصير احسن عبيك طلع اقول لك بس خليني اوجهك حتى ما حدا يسمع اشتريت له كل شيء في لبنان شري زلوره وما اثر معه هذا اليوم العظيم ايه والله يعني شيء بيبكر ايه والله شيء بيبكر ايه والله طلع فيه بيري قاعد عم يبكي يا حرام تنزلي هو يبكي وانا ابكي اكثر هو يبكي وانا ابكي اكثر بتذكر ايش عم تبكي اكثر؟ ليه؟ خايف يبقى شو اسمه؟ خايف يصير لي شيء هو يا مرة هو قال لي يا مرة خايف يصير لي شيء بهاليومين مشان هيك انت عم تبكي اكثر خوفيني يا ليه يعني؟ لا يبقى وشه انا خايفين عليه أو خايفين عليها خايفين يروح تتكلم وشري هالدواء وما يعمل معه شيء قبل ما يصير له شيء لكن خايفين عليها طيب يا إبراهيم روح الدواء ما تطلع سبب يعني ما تاني أخابه لك شو بدي لك الله عندي المرة اللي عم تحكي عنها ما تعدم الله يوفق ما تعدمها شفاني عليها إيه شو بدي لك الله هي بدها تصوي بس تصوت وتخلص شو ما بدك تعمل فيه بس تصوت وتخلص شو ما بدك تعمل فيه البحر وقزت لا لازم تعمل هيك لازم تعمل هيك يلا روح شوفي توفي بلاش هلا انت ما تصوت ليش انا اول مره انا كل الشغل الساعه 7 بكره بس افتح الصندوق مثل الخمس حدهم يوم الناس نعم يلا تكلي على روحي شوفي يلا طفيت طفيت في الله حروح شمسي ايه بابي افتح روح الله تروح جنب الدوائر وغيركم ظهر على البرنامج شو بدك تروح على البرنامج من هلا بدك تروح لا ما بدي روح اقدم ترشيحه قبل ما يسكر الاستاذ هي بابا يا عوضه يلا ايه يا عوضه